وحول هذا الموضوع معنا في استديو مركز الأخبار الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية. مساء الخير دكتور. إذن الخيرية الملكية دائما سباقة في اعتماد المشاريع الخيرية وإقامة المشاريع المستدامة منها. لعل إنشاء مركز الصحي مملكة البحرين في عدن يأتي في ضمن هذا الإطار. ما هي طبيعة الخدمات العلاجية والخدمات الطبية المقدمة في هذا المركز؟ في البداية ودي أن أشكر سيدي جلالة الملك لتقديم العون للأشقاء من دول إسلامية عربية أو لأسباب إنسانية، فهو صاحب قلب كبير. وأشكر الداينامو للعمل الإنساني سمو شيخ ناصر اللي يحفزنا دائما، ومن التقرير الجيد حضرته الآن يبين حجم العمل وتنوع المساعدات اللي نحتاج لها. ولا يمكن أن نقوم هالعمل لولا دعم الحكومة برأس سمو رئيس الوزراء ومؤازرة السمو ولي العهد والشعب البحريني الكريم. فالبحرين معروفة عبر التاريخ بتقديم يد العون. وهل المشروع أيضا ضمن استراتيجية البحرين لتقديم المساعدات اللي تساعد في التنمية المستدامة. هاي المركز طبي التركيز يكون فيه على القلب. كمركز قلب متخصص، وبعد الدراسة والتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية واليمن والإمارات توصلنا إلى قناعة إن هاي أحسن مركز، وحصلنا على موافقة السيدة جلالة الملك وال سمو الشيخ ناصر للتنفيذ. نعم، يعني هذا المركز يأتي ضمن 3 شحنات مقدمة إنسانية من مملكة البحرين ومجموع الشحنات الإغاثية من الدول 3، مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات، ما يقارب 36 شحنة. ومملكة البحرين تقدمت بالشحنات الأكبر ب 910 أطنان. لماذا تمت هذه الاتفاقية في الرياض تحديدا في مركز الملك سلمان للإغاثة، ودلالة التعاون ما بين الدول 3؟ شوف، أنتوا في الشريط الأخباري كنتوا كاتبين سمو الشيخ ناصر يعني يعتز بالتعاون بين البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات واليمن، فهي في حد ذاته شيء رائع في تعاون بين الأشقاء. اختيار المركز مركز سلمان في الرياض لأن المركز التنسيقي لتنفيذ المشاريع الإنسانية موجود في الرياض. وهالمركز تأسس بناء على مبادرة البحرين. احنا أول مرة حصلنا الأمر من جهة الملك لتوصيل 1000 طن إلى اليمن، خبرتنا كانت ضعيفة بالنسبة لتوصيله إلى اليمن، فرحنا عن طريق جيبوتي باخرة كبيرة، وبعدين عملية اللوجستية كيف نوصل إلى المناطق. فاتصل لمركز ملك سلمان في الرياض. فقلنا هاي الموضوع كذا كذا، فحصلنا كل التعاون منهم. وقبل كم من يوم كنت معاهم، قالوا ترى المركز التنسيقي الخليجي لدعم اليمن هاي فكرة البحرين، لأن أنتوا أول ناس شجعتونا على التنسيق. دكتور، يعني اليمنيين أو الشعب اليمني كيف استقبلوا هذه المساعدات؟ والله يستقبلون بالورود. يعني أنا حضرت كم مرة، سمو الشيخ ناصر شخصيا حضر، والله استقبلونا في المطار بالورود. من وين جابوا هالورود الجميلة ما أدري، في منطقة حرب، بكل ترحيب. إحنا إنما نروح لأي دولة لتقديم المساعدات جلالة الملك يوجهنا إن نزور الناس ونعطيهم الأمل والاطمئنان والكرامة والتحدث معهم. نعم، كطبيعة مملكة البحرين سباقة دائما يعني مع الموارد والإنسانية مع مواردنا المتواضعة الحمد لله أكثر راس نوصل. وإذا عندنا فراغ بين تنزيل الشحنة والرجوع قبل الظلام وخطورة الطائرات في الأجواء، إذا عندنا 4-5 ساعات نزور عدد من المستشفيات. علشان نبلغهم تحيات جلالة الملك وسلام أهل البحرين، وأمنيات لهم بالسلام، وأن اليمن يرجع سعيد مثل ما كان. أرض الثقافة، أرض المحبة.
ولنا مواقف جميلة أثناء ما نتكلم معاهم، يعني الوقت ما يسمح، بس جدا يقدرون زياراتنا ويقدرون محبة. أكيد دكتور، يعني هذه المساعدات لها وقع ولها أثر كبير في الشعوب، يعني ما شاء الله المساعدات 155 مدرسة، نازحين بالآلاف، 80 مشروع للطفل، مجموع المساعدات من الدول الخليجية. سابقة مملكة البحرين، هل هناك أيضا تواصل لهذه السلسلة؟ هل هناك خطط أخرى لتقديم مساعدات لتخفيف من معاناة الشعب اليمني؟ شوف، سياسة بحرين أول شيء احنا نقوم بتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة في أي دولة. أحيانا عندنا أكثر من طائرة للوصول لتقديم المساعدات الإغاثية، وإحنا موجودين نناقش المواطنين شو يحتاجون. فمساعدات البحرين مميزة جدا، من بناء آبار، مستشفيات، مراكز طبية، مصانع لأطراف صناعية. فوجلالة الملك كريم وشقائنا في اليمن يستاهلون، يستحقون، واحنا نقدم مساعدات بدون اي تمييز لاي فئه في اي مكان نروح، نقدم للشعب اليمني الا املنا ودعانا لهم يرجعون الى احضان شرعيه، الى وطنهم الحبيب. نعم الدكتور مصطفى السيد، الامين العام للمؤسسه الخيريه الملكيه، شكرا جزيلا لك. شكرا اخوي صالح.